اهلا وسهلا وصباح الخير عليكم يا احلى غزالات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ فرحانين؟ مرتاحين؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على ما يرام، ورجعت لكم بروتين، ممكن شي حماس شي نشاط. لا لا، اليوم ما كاينش شي حماس ولا شي نشاط، يعني ما غادي اليوم غايبيت وغادي يكون خارج الدار هكاك، ما غادي يكون لا تنظيف لا تنظيف. المهم المره الجايه، المهم انا بغيت غير نطلع عليكم اليوم باش ما نغبرش عليكم، وغادي نشارك معكم هذا النهار هذا اللي غادي يكونوا فيه عندي جوج عرضات او جوج حفلات ديال وليداتي. ان شاء الله غادي نمشي نحضر ليهم بجوج، ومهم عندي بزاف بزاف ان شاء الله، نهار طويل ومشارجي. المهم كما شفتونا لابسه واجده، لانه ان شاء الله قريب شويه خاصني نخرج نمشي انا ولدي نحضر الحفله ديالو فواحد السونتر هنايا، ومن بعد غادي قبل ما نخرج غادي نوريكم اكيد ان شاء الله داكشي اللي غادي ندي معايا. ولكن بغيت دابا باقي عندي واحد شويه الوقت، قلت غادي ندوز بسرعه نشارك معكم هكا واحد الحويجات اللي توصلت بهم مؤخرا من الموقع الاسيوي شين، اللي كنتعامل معاه صراحه بزاف في هادشي الحوايج، خاصه هكا البنات اللي عايشين برا ما كنلقاو شي حوايج طوال ولا هكا، يعني هكا حوايج محجبات ولا هذا، فهذا صراحه نافعني وعندهم حوايج واعرين واعرين بزاف. اول بياسه غادي نبدا بها ان شاء الله، واللي هو هاد الجيلي هذا اللي غادي تشوفوني لابسه اليوم. المهم هاد الجيلي هذا غزال، يعني المهم الكاليتي ديالو ولا الفورور ديالو باش مخدوم زوين، وكيجي طويل، يعني كيجي شويه طويل هكا الا كنتو كتبغيو داكشي طويل، وكيجيو فيه هنايا المهم كاينين جوج جويبات، وكيجيو فيه واحد جوج صديفات اللي مكيجيوش باينين بالمره، يعني الا بغيتي تجيبي هكا مسدود ولا بغيتي تحليه. المهم هو كيتلبس هكا على جوج جوي، فيه ثلاثه الوان، كاين هذا اللون وكاين واحد الغوز بارد يمكن، وكاين واحد الماغون اللي شويه مغلوق. المهم كيجيو فيه ثلاثه اللوينات، ان شاء الله جميع الروابط غادي تلقاهم في صندوق الوصف. غادي نوريكم دابا واحد الواحد اللي اش ما نقدرش نشكره لكم كما يعني بغيت، لانه فعلا شي حاجه طوب من احسن الحوايج اللي توصلت بهم، واللي هو هذا الكارديغان هذا. ها انتم كيفاش داير؟ المهم هذا التوب ديالو كيفاش تشوفوا الاستيك، ها انتم كيفاش كيتجبد وثقيل يعني وسخون من الداخل، ها انتم التوب ديالو كيفاش غليظ. وانا اللي حمقني اكثر واللي هو الفصاله ديالو، ما عرفتش كي كتبان ليكم ولا الديزاين ديالو، كيجي فيه هكا، المهم كيجي الكري بارد وكيجي الكري هكا فرونسي، وكيجي لتحت كيجيو فيه هاد الجويبات هادو. هادو البنات الطريقه باش مصايبينهم واعره، غنوريكم علاش، لان هاد الفورير هذا باش مغلف كيجي من هنا في واحد جوج صديفات اللي صغيوره، ما عرفتش كيبانوا ليكم، يعني منين كتبغي تصبني كتحيدي كتحلي هاد الصديفات وتصبني باش ما يخسرش لك الفورير، تا كتصبني وكتعاودي تركبيهم. يعني هذه طريقه، هذه فكره زوينه فكروا فيها باش يبقى لك زعما التريكو ديالك يبقى زوين وهاد الفورو يبقى زوين. ها نتوما من اللور كيفاش داير، هذا كيجي طويل، يعني انا شخصيا جاني فوق الركبه بشويه، وفيه ثلاثه الوان، كاين هذا اللون هذا، وكاين واحد اخر فيه هنا الكري وهنايا فيه الموتارد، كاين واحد اخر فيه هنا الكري وهنا فيه الاحمر، حمر ولا مع البوردو، يعني صراحه بثلاثه زوينين، ولكن انا مع مضروبه على الكري مشيت نيشان الكري. المهم هذا البنات زوين، هذا يعني شي حاجه اللي طوب كنصحكم به، يعني البنات اللي كيبغيو بحال هذا الستيل هذاك زوين بزاف. كذلك خديت هذا التريكو هذا اللي جا انيق وكلاس بزاف، ها انتما كيفاش داير، هذا تا هو كيجي طويل شويه، والتوب ديالو ها انتما تا هو كيجي الاستيك. نوريكم كميمات، ها انتما الكميمات ديالو كيفاش كيجيو منبتين، والتحت ديالو حتى هو كيجي هكا منبث هكا بهاد الحجيرات هادو اللي كيجيو في البيض وفي في 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 بحال الكري ولا النوار. هذا حتى هو البنات كيجي انيق بزاف وكيجي زوين، حتى التوب ديالو صراحه زوين. وهنايا بنتي بنتي كيحمقوني، ما يمكنش ليا ما ناخذش من عندهم سوربيطات البنيات، لانه فعلا كيحمقوني عندهم سوربيطات لا البنيات ولا الوليدات. المهم هذا هو الفوقاني ديالها، خديت ليها هذا، ها نتوما كيفاش داير، تادي الطريقه باش مخدومه، والتوب ديالها زوين بزاف، وهذا هو التحتاني ديالها. المهم اللي بغات تبرع بنيتها هادو عندهم حويجات زوينين تاع البنات، ها نتوما. وهاد التريكو هذا البنات بزاف سولوني عليه فواحد الروتين كنت درتو معكم تنظيف الصاله، وكانوا بزاف شافوني لابسه وسولوني عليه، واللي هو هذا. هذا المهم هذا كيجي طويل، ها نتوما راه البنات شتوني لابساه قبل وبزاف سولوني، هذا تا هو خديته من عندهم انا. المهم هذاك الشيء الطويل هنا كما قلت لكم ما كنلقاش بزاف، يعني هذاك الشيء اللي باغا انا ما كنلقاش بزاف، فبحال هاد المواقع هادو صراحه كينفعوا. وخديت هنا واحد السورفيطه،
ما تعرفوني انا مضروبة على السورفيطات. هاد السورفيطات دي دو بيس هي اللي زوينه. ها انتوما كيفاش دايره؟ اللي كيجي القدام ديال الكري واللور كله في النوار. ها انتوما كميمات كيفاش دايرين؟ كيجيو بحال هاد الشكل هذا، والثوب ديالها مريح، هي ماشي سخونه سخونه بزاف، يعني بحال الثوب دافي وصافي. والتحتاني ديالها حتى هو مخدوم بحاله، يعني كيجي القدام كله في الكري واللور كله في النوار، والتحت كيجيو حتى هما هكا فيها هاد الباندات هادو. المهم ان شاء الله من بعد كما قلت لكم من بعد غادي نحاول نوريكم الباقيه ديال هاد الحويجات اللي حتى هما بحال هكا، حتى هما فيهم حويجات تاع المحجبات لي طوال ولي سيرفيل. وهنايا واحد القبيات اللي كانوا جاو سبور، هادو كانوا سولوني عليهم بزاف البنات، حيت لانه سبق لي وخديت في الزرق، وكنت خديت بحال واحد الغوز اللي بارد، وكنت بنت بهم شي روتينات بزاف بقاو كيسولوني عليهم. راه هما هادو عندهم تقريبا فيهم شي 8 ولا 10 الوان، يعني كاين النوار الابيض الزرق فيهم بزاف الالوان، وخديت جوج صدقوا لي زوينين، وست هاد المره هاد الكري هذا. المهم راني مبليه بالكري، بالكم اغلبيه الحوايج اللي خديت في الكري. المهم هادو كيجيو طوالين، هادو البنات زوينين هكا اليومي هكا للدار، ولا خارجه هكا تكعز عليك تريدي، ولا هذا خارجه تقدي. فانا هذا هو الستيل ديالي صراحه، هادو اللي كيعجبوني اكثر. وخديت انا واحد الكسوه اللي ما عندها حتى علاقه بهذا الوقت هذا، ولا حتى علاقه بالبرد، ولكن حمقتني، خفت لمنين يوصل الربيع ما نلقاهاش، فقلت ناخذها ما فيها باس ونخبيها. واللي هي هاد الكسوه هادي، او هاد لاغوب هادي. هادي شوفوا التوب ديال، المهم هذا اللور، هذا هو القدام. ها نتوما كيفاش التوب ديالها، التوب ديالها مبرد، يعني في الصيف والربيع تجي كتحمق، كيجيو الكميمه ديالها بحال هكا. ولكن انا اللي حمقني هو اللي هو كيفاش مخدومه من التحت، من التحت البنات جات بحال هكا، كتجي بحال هكا وكتجي من التحت بحال هكا، بحال واحد لاغوب ديال اميره. كتجي زوينه. ها نتوما كيفاش حتى هي مصيبه من التحت، من التحت كيفاش دايره شي، كيفاش موفين في هاد التوب، يعني كتجي في هذيك الخطفه او الدوره التحتانيه كتجي زعما هكا عريضه. المهم هذه حتى هي ان شاء الله غادي نحاول نخلي لكم كما قال جميع الروابط ديال هاد الحويجات ان شاء الله في صندوق الوصف اسفل الفيديو، هكا الا بغيتو تشوفوهم. ويعني الاشاره قبل ما يعني ندوز لحاجه اخرى، بالنسبه دائما البنات كيسولوني لا طاي اللي كناخذ اللي هي الام الميديم، الام هي اللي كناخذ دائما، والحمد لله دائما كيجوني الحويجات يعني سوغ ميزور. كذلك شنو السؤال اللي كيسولوني، واش كيصيفطوا للمغرب؟ كيصيفطوا للمغرب، كيصيفطوا كنظن لاوروبا كامله، كيصيفطوا لامريكا، كيصيفطوا للخليج، يعني كيصيفطوا تقريبا لجميع الدول. هذا الشيء اللي انا كنظن، لان بزاف اليوتيوبرز اخرين شفتهم واخدين من عندهم في دول اخرى وكيوصلوهم. وتا كنت سولت واحد المره قال لي انهم كيصيفطوا تقريبا لجميع الدول، وكذلك كيوصلوا دغيا، يعني تقريبا كياخذوا لك واحد على الاكثر 10 ايام، انا دائما وكيوصلوني. هذا ما كان دابا ان شاء الله. انا المهم كما شفتوا راني واجده، بقى لي غير ندوز نوجد ولدي ونوريكم ان شاء الله شنو غادي ندي معايا ونخرجوا. يلا لحقوا. يلا معايا. المهم البنات هذه الحليوه ديال لاكريم، طبقات بارده اللي صاوبت، كتجي البنات لذيذه بزاف، كيجي فيها واحد المزيج من النكهات. وراه غادي تلقاوني ديجا يعني شاركتها معكم في القناه، الا بغيتو تشوفوا طريقه التحضير ديالها هزوا غير الرابط، يعني غادي تلقاو الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف، وغادي تظهر عندكم كذلك الان فوق الشاشه. المهم كتجي زوينه بزاف، كنتمنى فعلا البنات انكم تجربوها. صافي هنا وصوبت واحد السلاكه مخلطه بالفانيد، والمهم كما تعرفوا الوليدات والشوكولا داكشي راه هادشي كيفرحهم بزاف، ما فيها باس مره نفرحوهم. صافي هذا ما كان. المهم دابا غادي ندوز ان شاء الله نوجد راسي باش نخرج.
ابو باسيم وحنا يلا خرجنا الدار عتي ما كاين يجري ليا يجري عليك يجري ليا يجري عليك عتي واخا كنقول صافي اليوم فقت بكري لبست بكري صافي كلشي بكري غادي غادي نخرج بكري زعما امنيتي شي نهار نمشي بكري زعما غدا قبل الوقت ما كتصدقش ليا فاش كنت بوحدي كنت زعما كنت هذوك من داك الناس زعما اللي كيحتارموا المواعيد زعما تقول لي ليا 8 ونص تلقايني 8 ونص حاضره دابا مع الولاد والو وليت ولا عندي بحال شي حلم كنقول يا ربي نقدر نمشي في الوقت مع الولاد ديما مشطونه 20 و 30 طرقه كدور لك في الراس هادي عندك نسى هادي ياك ما درت هادي تلفه المهم حنا دابا هانتوما الجو عندنا زوين صراحه اليوم عندنا نقول لك عندنا 4 درجات يعني زوين بالنسبه لنا حنا بالمعايير ديال كندا لانه مول في هذا الوقيته هذه يعني اواخر شهر 12 ما كاين غير الثلج يعني كتلقاي الجبال تاع الثلج والبرد دابا راه منين باقي فوق الصفر راه شي حاجه شي حاجه كبيره طاح عندنا واحد شويه الثلج صراحه هذا العام باقي ما طاحش بزاف قولي سكتي تسقي مقوص على راسكم شوفوا ويلي قبل وانا كنقول خاصني ندخل لادريس في الجي بي اس من قبيله وانا كنقول خاصني ندخلها والتلفه دابا انا غاده ما باقي ما دخلش كاع زعما العنوان مضبوط عارفه الشارع ولكن البلاصه بالضبط ما عارفاش لانه عمري ما مشيت لهاد الكلوب او هاد السونتر هذا صافي هانتوما معايا غادي نشوفوا كيفاش غادي تدوز الامور المهم اهم حاجه مول الوليدات ان شاء الله يفوجوا ويبدلوا الجو هذا هو اهم حاجه الزلات ديالي المهم حنا دابا دخلنا لقيت الدنيا عامره ديجا الدنيا عامره لقيت لا فين جلس لا فين وقف لا حتى حاجه صافي جيت هاد البلاصه هادو واحد البوديوم هنايا جلس جالسه فيه وحتى ولدي ما بغاش يمشي جيت صحابو شد العكس تيجينا الطريق كامله في الاخر ما بغاش يمشي جلس حدا صحابو لا والو حنا يلا خرجنا دابا من الحفله هادشي خرج دراسي كيحرقني بالغوات تبارك الله الدراري الصغار ملي كيتلاقاو جري مضاربه الغوات مضاربه صافي ما قدرتش صراحه نبقى حتى نكمل الحفله يا ربك ما سالاتش ولكن حنا جلسنا راه تقول دابا راه شي ساعه ونص حنا تما داز الوقت دغيا واخا هكاك المهم خلينا المهم الدراري اهم حاجه ولدي نشاط اللعب داروا الاناشيد ديالهم داك الرقصات ديالهم صافي تصوروا في الاخر وعطاهم كادوات وحلوا داك البوفيه ديال الحلوه عرفتي بقيت كنشوف داك كميه الحلوه والكوكيز وداك الشيء تقامت صافي المهم خدينا شويه وخرجت يعني باقي صافي بارك عليا لان اصلا دابا 12 والوحده عاوتاني خاصني نمشي للحفله الثانيه تاع بنتي غادي قلت بلاص ما نعاود نرجع حتى للدار وعاد نخرج وهذا هي ما هي والله ما ندوز نيت هنايا في الطريق كاين واحد سوبر مارشي نيت خاصني شي حويجات للدار غادي ندوز ناخذهم معايا وهي هذيك نجيب الوحده نيشان باش نمشي عاوتاني نحضر حفله بنتي ما غاديش تكون طويله هي فيها غير شي ساعه هكاك ساعه وربع تما غيديروا دوك الاناشيد ديالهم وداك الشيء اللي ما عرفتش المهم هادشي اللي كاتبين في البروغرام ومن بعد يفرقوا عليهم الكادوات صافي ان شاء الله ونرجع بحالي للدار المهم هنا البنات على الدخله ديال السوبر مارشي تقريبا كاع السوبر مارشيات هنا ديال كندا في هاد الوقيته هادو كتلقاو المندارين ديال البلاد ديال المغرب غازي ليا المارشيات هنا هانتوما ماروك بالضبط تعاونيات مبروكه هانتوما واخا ماشي بحال هذاك تماما داك المندارين اللي عندنا في المغرب لان هذا شحال ضارب ديال الطريق في الباطو هانتوما مندارين في المغرب يمكنش ليا ما ناخذش كل تقدير ناخذ صنيديقه
الشاري تخيل عليه والو مقاتل قال لك لا غادي 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 انا اللي نجرو واش كي ضحك كي يوصل واحد الوقيته كيقول لك صافي راه الضو حمر زعما راه خاصنا نوقفو زعما راه خضر غادي يكمل يلا سير هادشي دابا البنات. المهم سالي التقضيه وجيت حدا واحد الثلاجات هادو الثلاجات عليه كلاص وكورنيات وغاده جايه وحدهم كنضرب الدور وكنعاود نرجع غاده جايه حداهم موقف صعيب كنقول ناخذ ولا ما ناخذش ناخذ ولا ما ناخذش عرفتي علاش كتضرب هذيك عندك 7 8 كتبدا تضرب ليا الحلاوه في الراس كنحاول نشد راسي. مهم دابا كيبان لي داك ماغنون كيبان لي داك كورنيت الكراميل قرار صعب صراحه كنقولها ثاني الا ما خديتش في العشيه عاوتاني تنادم معايا الحال نقول يا ريت كنا غير خديت الكورنيت. المهم هنا نشوف الاخر شنو غادي ندير يلا وين شويه بشويه انا غادي ولدي والو مدار معايا كيقول لي انا اللي ندفع وبلات اجي نشوفو هنا غزالتي. المهم انا يلا خرجت صافي الاخر قررت خديت قرار اخير قلت ما غاديش ناخذ الايس كريم لانه كليت الحلوه قبيله في الحفله وباقى عندي عاوتاني واحد الطارطه كنت صايبتها البارح كانت باقا حتى هي عندي في الثلاجه فإلا خديت الكلاص ما غاديش ناكل الطارطه يعني غادي تبقى تخسر فقلت صافي ما غاديش ناخذ الايس كريم مره اخرى قنعت راسي. المهم دابا هادشي هادشي بدا كيشدني واحد النعاس ما نعاودش ليكم وين هادو وراي واحد الطوموبيل. المهم صافي دابا يلا الحق عاوتاني نمشي نحضر الحفله ديال بنتي. بنتي راه متحمسه من البارح وهي كتقول لي الحفله ما نمشي من البارح من السيمانه اللي فاتت وهي مصدع عليا راسي بهاد الحفله وكتقول لي درنا اليوم تعلمنا هادي فالمهم مشيت هي نحضر ليها راه فرحانه خلاص ما عارفه في مورا الحفله غادي يعطيوهم الكادوات الدراري الصغار كيموتوا على الكادوات ماشي الدراري الصغار حتى الكبار مني انا وجبت كاين شي واحد يقول لي ما كيحملش الكادوات صافي. المهم يلا الحق دابا هي هذيك نمشي ان شاء الله لمدرستها حاول نصور لكم غير هكا مقتطفات قلال ان شاء الله هي هذيك على ما نرجع للدار. وصلنا للدار بنتي جات فرحانه منيشه على هاد الكيفت باك هادي مع شافتني قبيله عطاتها ليا المعلمه ديالها جايه باغا تشوف يلا اجي حل نجي نشوفوا شنو كاين. البنات صافي دازت فرتكات هداكشي كامل كيما شفتو فرحة الفرحة ودزت مورا انا دغيا استفدت هديك التقضية اللي كنت تقديت قبيلة باش متبقاش تخسر كان خاصني ضروري شي حوايج ندخلهم التلاجة والفريكو ودزت انا دابا جلست قلت غادي نجلس غير واحد 5 ولا 10 دقايق ونوض نشوف شنو ندير العشاء ولا هذا وخا عرفتي فيه واحد العجز عالمي مولف انا كندوز لكم النشاط والحماس ولكن اليوم انا ما كرهتش واحد يدوز لي الحماس والنشاط لانه فعلا بدا كي كيرجع عليا العيا لانها صراحه هاد السيمانه كانت عندي مشارجي بزاف كان عندي بزاف د الحوايج ما نقضي فيها وخلاص البارح زاد كمل عليا داك كما قلت لكم كنت بقيت سهرانه على واحد المونتاج حتى لشي جوج والفيق بكري دائما واخيرا وصلت العطله صافي غدا ان شاء الله غادي تبدا العطله عند وليداتي. دابا هي العطله جات العطله ما عندهاش المشكل راه بقات في ولادي كيفيقوا بكري بحال العطله بحال الويكاند بحال وسط يعني ايامات المدرسه ما كاينش فرق دائما
كيف يفيقوا بكري؟ علاش؟ لانه كما كنقول لكم مولفه لهم داك السيستم تاع الناس بكري، يعني هذيك 7 7 ونص كنحطهم، صافي يقولوا 8 ماكسيموم كيكونوا العسو، فكضرب هذيك 6 6 ونص، خاصه ولدي الصغير. ولدي الصغير هو اللي يعدي فيه المشكل بزاف، كيفيق ليا بكري بزاف. مازال بنتي زعما كدير معايا مزيان، كتفيق حتى للسبعة كتزيدني البونيس، يعني كتزيدني واحد نص ساعه، ولكن قاصحه قاصحه اللي عنده الاولاد. انا مع مولفه، يعني انا من الناس اللي نعاسه، ماشي شي وحده اللي كتفيق بكري. يعني الا غفلتي عليا قناع، زعما ما نفيقش لك كاع، ومع ولادي صافي ولات القضيه شويه قاصحه. راه دابا العطله عرفتي شحال فيها؟ راه فيها جوج سيمانات، 15 يوم في العطله. في المغرب ما عرفتش، اوروبا تا هما تقريبا بحالنا. المغرب اللي كنظن في راس العام، يعني في نهايه السنه، كيعطيو يمكن غير 3 ايام، هادشي اللي عقلت. المهم انا في وقتي في وقت المدرسه كانوا كيعطيونا مع 3 ايام ولا 4 ايام، دابا ما عرفتش صراحه العطله. المهم البنات قولوا لي في المغرب شحال كتكون العطله يعني في راس العام. المهم هنا جوج سيمانات. هو دابا عرفتي مع دابا موراي واحد المنطقه، ما عرفتش كتبان لكم لا لا، عرفتي ما كرهتش نشده ونجبد نعس مع راسي، ولكن ما عندي كندير ليها. دابا ولادكم بلادي راه هبطوا هبطوا بعدا يلعبوا لتحت، انا خاصني نصايب شي حاجه للعشاء. المهم بعدا ندوز اول حاجه دابا النوض، قبل ما نترخى نوض بدل بعدا حليا حوايجي، وديك الساعه نكملوا ان شاء الله تكملوا معايا العشيه. وهنا البنات وصل وقت دخول الكوزينه المهمه اللي بعدنا منين نهربوا منها. تابعنا فاليوم كما شفتوا مع الجو شويه بارد، وهذا قلت ما كاين ما احسن من حد الشهيوه اللي كنحماقوا عليها، واللي هي الحريره المغربيه. اصلا انا مشهيه شحال هذه، والبارح كنت خرجت واحد الميكات اللحم، كنت كنقول اش ندير بها اش ندير بها، فقلت ما كاين ما احسن من الحريره اليوم. خلاص الحمص دائما عندي ما كيخطانيش من فريكو، دائما كنرقد واحد الكميه وكتبقى عندي، وقت ما وقفت عليه لا على ود الحريره ولا على كسكسو كيكون عندي موجود. فصافي المهم هنا درت القوام كامل، بقات ليا غير شنو نسيت بان ليا هنا ناسيه العدس. العدس اللي باقي ان شاء الله نزيد وندير العطريه القوام ديالها، ورد الحريره ديالي ان شاء الله طيب. هنا كذلك الشباكيه خرجتها حتى هي من الفريكو. بزاف البنات كيسولوني كيفاش كتحتفظي بالحلويات. انا يقى جميع انواع سواء البريوه ولا الشباكيه، الفقاس، غريبه، الصابلي، كلهم كنحتفظ بهم في المجمد، في علب بلاستيكيه. فوقت ما وقفت عليهم كنخرجهم هكا واحد سويعه هكا قبل، فما كنجي فين نحط الطبله ديالي كيكونوا واجدين. خلاص الشباكيه كنصايبها بكميه كثيره، كتدوز ليا شهور، كتبقى زوينه بزاف. كذلك هنا خرجت ثلاثه البيضات هكا باش نردهم يتسلقوا مع شويه الملحه. وهنايا التمر، هاد التمر هذا هو واحد التمر اللي صغير وكيجي معسل، وبزاف كيسولوني مني كتاخديه. هذا جميع منتوجات تاع لمارك سيدار كتكون متوفره في محل ادونيس. خلاص هاد التمر هذا عندهم كيحمق، يعني صغير ومطور، يعني مذاقه فن بزاف. صافي ودابا ان شاء الله ما بقى لي غير ندوز رد الحريره ديالي طيب، والتقي بديك الساعه باش نشوفوا يعني نشوفوا الشكل النهائي ديالها. البنات هي الحريره ديالي تقريبا ما بقى لها والو. يلا دابا دزت دورتها، شوفوا تبارك الله كيفاش جات، والمذاق جات كتحمق، دقتها جات زوينه. وفي اخر لحظه عاد دابا ضفت ليها معلقه صغيره ديال السمن، كنت غادي ننساه ان عندي الحريره. ضروري عندك الحريره وكسكسو، ما يمكنش لي نستغنى على السمن، وكاين اللي ما كيبغيوهش المهم. وكذلك هنايا بالنسبه للحريره انا دائما كيعجبني تكون هذا هو القوام ديالها، يعني ما كتكون خفيفه ما هي ثقيله بزاف. ان كل منطقه وطريقتها، كاين اللي كيديروا ديك الحريره الحمراء الحامضه، كاين اللي كيديروا الحريره الخضراء، يعني حريره خضراء هي يعني فاش كيكثروا الكميه ديال القزبر ومعدنوس مطحونين. مهم انا هذه دائما اللي كنديروا في دارنا. غادي نزيد على واحد 5 دقائق وصافي، وغادي نطفي. وهنايا دائما كندوز في نفس الوقت، يعني وجدت المرافقات ديالها. هنا جبت هاد الفراقات هادو صغيورين، كيعجبني هكا كيكون هادو كيجيو هذاك يعني بشكل فردي، مش كل واحد كيكون عنده طويسيلو وكيكون هذاك الشيء يعني كياكل على راحته. فدرت هنا الشباكيه اللي جبت، راه طلقات هنا التمر، وهنا البيض مسلوق. صافي وجدت الطبيصلات فين غادي نقدم ان شاء الله، وما بقى لي دابا غير نتسنى الحريره توجد وندوز باش غادي نسربيها.
المهم البنات الحمد لله بعد ما تعشينا جات الحريره شهوه منها جات غزاله غزاله، وكما شفتوا ما حاولتش نطرق للتفاصيل ديال المقادير ديالها لانه سبق لي وشاركتها معكم في القناه مسبقا. صافي ملي جمعت الدنيا وجلسنا هكا نتفرجوا شويه نتخرج واحد الباكيه ديال الشوكولا والبسكوي. تبارك الله دابا فهاد الوقيته هذه ديال نويل كتلقاي هنا كلشي المحلات مطليين بالشوكولات، يعني هذا وقيته ما تقدريش تقاومي، فما درتي لا اليمين ولا اليسار كيبان لك الشوكولات. صافي دازت هكا وجلسنا كنتفرجوا شويه، وكاين هكا واحد المسلسل مغربي نتبعهم. صافي بقيت كنتفرج شويه على ما وصل وقت وليداتي وطلعتهم هكا ينعسوا، وكان هذا هو نهاري. نتمنى ان شاء الله تكونوا دوزتوا معايا نهار خفيف ظريف، ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات وشيوات مقبله يا احلى غزالات. السلام عليكم.